يعني بنحتفل أيضا كمان منذ أيام بذكرى العاشر من رمضان، ذكرى العبور المجيد الذي لا ننساه أبدا ما حيينا. يعني ونتمنى لمصرنا الحبيبة بالخير والسلام والأمان، ونسألكم الدعاء لها جميعا لهذا الوطن الحبيب، يعني قيادة وشعبا وفقراء. يعني نشهد النهاردة موسم الحج لعام 2023 1444 هجريا. بنشهد زي ما أستاذ أحمد عبد الصمد، وبشكر حضرتك على يعني حضورك دائما معنا وقوتك في الأداء. نحن السنة دي زي ما أستاذ أيمن وضح، بيتم اختيار 5250 حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية. تقدم على الموقع الإلكتروني 22000 حاج تم تسجيلهم، و طبعا بيتم من القرعه النهارده اللي بنقوم بيها الفائزين على مستوى 27 محافظه بالاضافه الى اعضاء الجمعيات المركزيه. دايما الميكروفون صايم. نحرص من جانبنا ان نكون دائما مستعدين لتقديم افضل الخدمات، زي ما زمايلي يعني عرضوا ان احنا عندنا الخمس نجوم، وفي دايما تيسير دايما لدرجات مختلفه زي ما هنعرض، خمسه واربعه وثلاثه، لكن الفارق هو فارق مش كبير، لكن الخدمة زي ما أستاذ أيمن شرح، في وجبتين في اليوم، في الفريق الطبي، فريق وزارة التضامن في كل مكان موجود، فالفروق بسيطة، لكن طبعا في فروق في الأسعار. منذ إقرار حصة حج الجمعيات وأطلقه السيد رئيس مجلس الوزراء، وبنرسل له تحية خاصة لدولة رئيس مجلس الوزراء وهو المشرف على اللجنة الوزارية العليا لتنظيم الحج. والحقيقة يعني دولة الرئيس قام بجهد كبير مع أكثر من وزارة، ومع الحصول على أقصى فوائد ممكنة لجمهورية مصر العربية. الحقيقة يمكن مجلس أمناء المؤسسة في الإعداد لهذا الموسم بيستعين بخبرات مجلس الإدارة، وأيضا بخبرات متنوعة من الجهاز الوظيفي بالمؤسسة وبالإدارة أو بوحدة دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، عشان نختار أفضل الفنادق التي تناسب الحجاج المصريين بأقل تكلفة. تم وضع معايير لاختيار الفنادق، والحقيقة أستاذ أيمن مشكور، هو وست اللواء الريدي وأكثر من عضو مجلس الأمناء قاموا بجهود كبيرة في التفاوض عشان يصلوا إلى الأسعار، وإن كانت أغلى من العام السابق، لكن كمان بنقارنها بالأنواع الأخرى من الحج، وبنقارنها بالظروف الاقتصادية اللي بنشهدها، سواء ارتفاع يعني أسعار الحج في المملكة العربية السعودية أو بعد التكلفة، بالإضافة إلى ارتفاع أو تغيير العملة. تم فتح باب التقدم للحج في 7/3/2023 حتى 20/3/2023، سواء عن طريق الورقي أو الإلكتروني. المؤسسة عملت طفرة كبيرة في التحول الرقمي وفي التقدم على الموقع الإلكتروني وإجراء القرعة الإلكترونية، ودي كانت برضو يعني تقدم. الحقيقة يمكن بنشوف كمان وزارة الداخلية من خلال جهودها في تأمين المواقع وجهودها الحديثة، الحقيقة كل الشكر ليها. بالتوازي تم فتح باب التقدم للاشتراك على حج الجمعيات لاختيار أفضل العناصر ممن لديهم القدرة والخبرة على رعاية وخدمة بيت الله الحرام وخدمة الحجاج، وتم إجراء يعني اختبارات عديدة للمشرفين زي ما تم التوضيح. انتهينا في الآخر لمشرف لكل 45 أو 46 ألف حاج، 45 و 46 يا أستاذ أيمن، 46. هذا العام شهد الحج تيسيرات متعددة، ما كانش فيه يعني اختصار على سن معين، فتم فتح باب السن ايضا باستثناء السيدات وجود محرم، وده الحقيقه القواعد المعمول بها، في المملكه العربيه السعوديه، ان السيدات التي اقل من 45 سنه بيكون معاها محرم. ايضا سمح للتقدم دون شرط لكبار السن، بشرط القدره على الاعتماد على النفس وخلوهم من الامراض المزمنه، ما ذكرها استاذ ايمن.
تم سماح ايضا بوجود مرافق للمتقدمين من الاشخاص ذوي الاعاقه علشان ما يكونش في ما بينهم حائل وييسروا الحج قدر المستطاع. تم التسجيل لاعضاء الجمعيات دون اشتراط فتره عضويه للمتقدمين، ان يكون عنده فتره عيان ممكن يقدم وبعديها باسبوع او بكام يوم. ده يعني الحقيقه برضو احنا بنشجع الناس دايما على المشاركه المجتمعيه مش بس اثناء الحج ولكن بعدها. في اطار تلبيه رغبات المواطنين من اعضاء الجمعيات الاهليه بيتم وضع 3 مستويات. المستوى الاول فنادق 5 نجوم بتطل على ساحه الحرم المكي. المستوى الثاني برضو فنادق 4 نجوم بمسافه تقريبا حوالي 500 متر او 800 للثالث، والثاني 750، في 50 متر. يعني عشان كده بقول لحضراتكم في حاجات طفيفه ما بين المستويات وبعضها. تم التنسيق مع شركه مصر للطيران لنقل حجتنا عبر الشركه من خلال استخدام مطار المدينه المنوره عوده، حرصا على راحه الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الاقليميه بمصر المصرح لها بنقل الحجاج. طبعا خدمات توفير خدمات النقل متاحه من المحافظات للمطارات، وده بيتم بشكل منظم جدا من خلال التنسيق ايضا مع مكاتب الساده المحافظين وزملائي في المديريات المختلفه. تم اعتماد اسعار الاسعار البرامج المختلفه او المستويات المختلفه للحج. عايزينها بكام؟ المستوى الاول يعني بمبلغ 225,000 جنيه شامل قيمه التذكره والوجبات. ده بيشمل حوالي 32,000 قيمه التذكره و193,000 قيمه يعني تكلفه متطلبات اداء المناسك. ايضا المستوى الثاني والاقامه ووالي الاخر. المستوى الثاني ب 186,500 جنيه شامل قيمه برضو التذكره والوجبات، 157,500 قيمه النفقات و 29,000 التذكره. المستوى الثالث بمبلغ 171,000 جنيه شامل قيمه التذكره اللي هي 29,142 قيمة النفقات. من جانبنا بيتم التنسيق طبعا مع وزارة الصحة والسكان للكشف على الحجيج او الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة صحتهم وتوافقهم مع الاشتراطات المعلنة. وايضا بيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج. احنا ساعدنا العام الماضي ان يكون الفرق الطبية ايضا معانا في حج الجمعيات وبنتشرف بوجودهم معانا هذا العام ايضا، سواء بمكة او المكرمة او بالمدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة بمتابعة حالهم. بنؤكد على جميع الحجاج المسافرين طبعا ان هم يصطحبوا لو معاهم ادوية خاصة، اللي معاه انسولين، اللي معاه اي متطلبات علاج انه يصطحبها معاه طبعا، وان هم يلتزموا بكافه التعليمات اللي بتصدر عن وزاره الصحه سواء في جمهوريه مصر العربيه او المملكه العربيه السعوديه. كما سيتم خلال رحله الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزاره الاوقاف ودار الافتاء المصريه لتقديم خدمه الوعظ والارشاد للحجاج. وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات. طبعا بيكون هناك المشرف وبيكون هناك الواعظ، ولكن الدليل أيضا بيصطحب الحاج معاه وبيغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الاستفسارات الإدارية. بتجري القرعة الإلكترونية اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية قطاع الشؤون الإدارية، تحية خاصة لحضراتكم، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء حج الجمعيات أو حج الداخلية أو حج وزارة السياحة، وتجري دون تدخل بشري نهائيا، وده يعني تطبيقا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية اللي قدر اللي بيبقى موجود على الموقع الإلكتروني. وسيتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لعدد الطلبات مع مراعاة تخصيص بس على الأقل لكل محافظة
ضمانا للاستقلاليه في الاشراف على كافه المحافظات. في ختام كلماتي، يعني الحقيقه يعني بتقدم ليكم بخالص الدعاء ان ربنا يتقبل الحج ويكون حج مبرور وذنب مغفور، ونسالكم الدعاء للجميع، وبنناشد كافه الاعضاء الذين سيحالفهم التوفيق من عند الله ويلبون دعوة الله الكريمة لبيته الحرام بحضور البرامج التدريبية. يعني ما يكونش فيه يعني اجتهادات، ولكن الحج أيضا بنروح له بعواطفنا وبقلوبنا، لكن هو علم له شروط وقواعد، وحضور التدريب ملزم لنا جميعا، التي التدريب هيتم إجراؤه من خلال المؤسسة لاطلاعهم على كافة تفاصيل رحلة الحج وكافة الأمور الإدارية والدينية، مع الالتزام بالحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة الرحلة. يعني ندعو الله أن يفرج الكروب والهموم، ويتقبل الله سعي من كتب الله له حج بيت الحرام هذا العام، وغفر ذنبنا وذنبكم جميعا، وبلغكم وإيانا أجره. ألف مبروك، ونبدأ في اطلاق القرعه الالكترونيه. شبابنا بقى الصاعد والجميل محمد ده بيقول عليه شباب من حوالي 15 سنه. والله حاجه تفرح وتشرف. يعني استاذ ايمن، ما تنفعش من غيرك. انا والشباب، ما انا الشباب. طبعا بسم الله نبدا. كل المحافظات يعني على شكرا يا باشمهندس على وجودكم معانا. تمام، هي كده تمت النجاح. شكرا، ده تقدير التقديم. عايزين محافظة ايه؟ القاهرة على وزيرة، القاهرة وسوهاج. أول محافظة قدامنا اللي هتقع علينا عليها. من هنا مش كده؟ القاهرة أول واحدة معانا وزيرة. مطروح. ما تروح تحج يا رب. عندي روح. المفروض نختار كل محافظات جميله، تحيه خاصه لاهل سينا دي فيها عدد 46 حاج، والجمعيات اداره الحمام فيها اربع فائزين في اداره الحمام، الجمعيه الخيريه بالحمام المستوى الثالث. اهو نقرا اسم اول اسم فوق، الاستاذ جمال فتحي علي جابر. جمال فتحي علي جابر مبارك، جمال يعني جمال وفتحي في حين في ذات الوقت، فالف مبروك. بكده اطلقنا. موجوده، الف مبروك. هياخدك معاه ولا